شريكين. انا لا انا شوفوا علاقة الاشطر، انا قلت لكم لا لا وهشتك، انا لا وهشتك من حقي. شوفوا واش نتوما لو جوغ اللي كانت لي زيليكسيون اللي هما الانتخابات، واش كل واحد شد شي واحد وقال لي لا جا خويا انتخب على شي واحد صحه؟ لا. واش كنت انا كنطلع بوجهي كنقول لا انتخبوا على شي حد؟ لا. فانا لا وهاشتك هاشتك كما بدكم، انا عاجبني الوضع، انا محايده لا مع ولا ضد، انا اعيش في تحت السقف ودائما كنطلع ليه لا تواريب على جدول الجيه. سدينا هشتاقيو، انتوما هشتاقيو وما معروفينش، وانا نشتاقي معروفه تهبط على دير موي الضريبه ديال الدنيا والدين، كاع الضرائب ديال الهشتاقات ما عرفتش انايا هزه لحمت عاشور ولحمت العيد وش لحمت العيد وما عرفتش شنو هزه وحده هشتاقي من فوق كنت مشيت لك خامس بشي دوار وتجي تقول لها هشتاقي كلامر تهشتاقا معاها كاع الهشتاقيات تهشتاقا. انا لا وهشتاق اي اون بليس، انا جو فو دير لا فيغيتي يعني من غير بغض النظر، انا احب اخ النوش لي جو ما يفون با ايمي سا، انا كيعجبني داك السيد باسكا سا ساغيت لا، كيعجبني طون كو بيغسون، كيعجبني طون كو راجل طموح كيخدم مراتو لا فامي سكي زون في فوالا. السياسة ما كنفهمش في السياسة، انا كنعرف هاد السيد سيدنا الملك نصره الله حفظه ورعاه والعائلة الحكيمة إلى العلوية الله ينصرهم الله يحفظهم لينا نقطة، وماشي كنرجع السطر كنخلي داك الكتاب كنشري كتاب آخر. هاشتاقيو هاشتاقيو انتم ما في كفاية صوت شنو فيه كاع صافي. أنا هادشي اللي غادي نقول لكم، كل واحد حر، لأن نقول لكم واحد الحاجة هادشي عرفوه عرفوا بلا ما يجي يقولوا لكم شي حد، نعرف اش كيكونوا الانتخابات، تا واحد ما كيشد شي واحد صحه ولا بزاز ولا شي حاجه، كنكونوا راضين بالوضع وكنكونوا بكل فقه ودماغ وعقل وجسم وما عرفت اشنو كنهزو وكنديرو لي كخوا على لي جون اللي كنديرو فيهم لا كونفيونس. انا بوغ مو جي با دو بروبليم والله اختي ما عندي بروبليم، جو ترافاي جو باي ميرسي او بوا، سيتي بحال الضريبه سيتي بحال الضريبه حتى هي سي ضريبه، هي ضريبه اصلا ماشي بحال الضريبه هي ضريبه. هي ضريبة فوالا tu travailles tu payes plus tu travailles plus tu payes et tu partout في العالم علاش لو متبرج علاش عندك الحق ما ديرش الهاشتاغ، ولكن هاد التبرير ما عنده حتى معنى. اختي المهم كل واحد حر، كل واحد حر، انا احترم كاع الاراء فريمون كنحترم، انا كنحترم كاع الناس كنحترم اراء الناس كنحترم كل واحد، الله يسهل عليه الله يعطي رزق لكل واحد، كل واحد يمشي على قدو فقط، وانا غادي على قدي في جنب الحيط ماشي با بروبليم، انا جو مانتيغيس ميم با لهداك الهضره اللي كتقال. من الاول ما تقراش تعليق اللي عنده علاقه بالعشره، احسن ما تبقيش تدخلي وتخرجي في الهضره، واكيد انت حرام كتخش وخرج في الهضره حبيبه ديالي، جو سي تري تري بيان سكو جو سور دو ما بوش، كتخش وخرج في الهضره او كونترير انا هي اللي ما كتخش وتخرج في الهضره، جو سي تري بيان سكو جو فو اي جو سي تري بيان سكو جو سور دو ما بوش اي جو سوي كونسيونت فوار بلوس كو جامي. واش فهمتي؟ نو ما كنتخش وخرج في الهضره، حيت فريمون انا مون اوبينيون هو هذا، انا جي با دو بروبليم، انا جو مانتيغيس با سكي سباس في لي ريزو سوسيو، انا جيتوليز لي ريزو سوسيو كندير لي لايف ديالي وكنخدم بلي ريزو سوسيو اي باستا، تو سكي
السياسة، هذا الدبس مع هذا، هذا بيصوب لي المعدة، الاخر عنده السمنة، الاخر عنده قليب، الاخر تضرت لي مشتو، داك الشيء ما كنشوفوش، وحق الله ما كنشوفو عادي. كان بالعكس، انا هي اللي بحكم التجربة، انا هي اللي كتعرف اشنو كتخرج على فمك. خلينا الدراري ما عندناش ما نديرو بالسياسة، والله الا خلينا بالدراري بصح. و راه فوزيت با اوبليجي انكم تزيدوا الناس، هذا رسميتو التحريض، غير يعني باش بنادم نشرح لكم، كاين التحريض اللي هو كتحرشي دونك بيرسوناج بوبليك، اي سا سي هذا يعني هذا هذا ميساج ولا ما عرفتش شنو. كاين واحد الحاجه اونتر بارونتيز اللي سميتها التحريض، وهذا التحريض كيمنع عليه القانون المغربي، يعني بمجرد انك بيرسوناج بوبليك وكتخرج بوغ ديريجي لي جون، الواحد الحاجه اللي تقدر تهلك سيغتان سيكتور كيما كان، ولا تقدر دير شي شوشره، ولا تقدر باسكو بعد النوبات. نعطيكم ان اكزومبل تري سامبل باش ما ندخلوش فيه، سميتو غادي نحدد هذا الموضوع، ما غاديش باقي نهضر عليه. واحد النوبه في واحد العام كنا كنديرو دائما، كنا كنديرو الخير، يعني كنا كنشريو الكباش، كنديرو القصاص نتاع رمضان. اوجوردي القفه نتاع رمضان الا باغيه ديريها وباغيه تفرقيها هكا في دون زان كراج ولا شي حاجه، خاصكي تمشي للولايه تاخدي لوتوريزاسيون، ولا تاخدي واحد الحاجه ان بابي اللي كتعلمي دوك الناس انهم شحال عندك من القفه مثلا ولا شي حاجه، ولا كتعلمي السلطات واش يقدروا يصيفطوا لك جوج المخازنيه باش ما يكونش داك الاكتضاض، ولا يكون شي طايح في منورا شي، ولا شي مدابز مع شي، اللي كيخلي انه يوقع مشكل لدرجه انه واحد شي يمكن في 2018 في الصويره كانوا ماتوا الناس باسكو ما كانش داك النظام اللي هو اللي ما كانش واحد لورغانيزاسيون، السيد كان كيفرق وما عرفتش كيفاش في القفان تاع رمضان، وقع مشكل شي شتف على شي، شي داز على شي، ماتوا شي ثلاثه ولا اربعه ديال الناس. فاش ماتوا هاد الناس خرج القانون انه خاص اللي بغى يدير الخير يعلموا به لا شوز، كو انا جو سوي داكور، لانه فاش كتبي تديري واحد القفه شي تيقولها شي، شي تيصيفط شي هذا شي هذا، تيوليو الناس تيدابزو، انت لداخل كتفرقي وما فراسكش، ولكن سكي سباس دوغ سي لا كاتاستروف. واش فاهمين؟ خليونا نهضرو، هضرو شي شويه بالثقافه وخليونا من الهضره. واش فهمتوا؟ فديك النوبه فديك فاش وقع هاد المشكل هذا، ام احسن يلا اما احسن يكون داك الشيء قانوني والانسان يلتجئ للقانون ويعيط للسلطات يجيبوا لك جوج مخازنيه مثلا مقدم هذا ويحطوا لك انت بغيتي دير الخير اوكي، ولكن يلتجئ للقانون ديرو بطريقه قانونيه. واش فهمتي؟ ولا واحد يشتف على تا واحد حتى ولاو الناس ميتين. واش فهمتي شنو نقول لكم؟ هذا موضوع خارج تماما على الموضوع ديالنا. فاش غادي نرجعوا للتحريض، فاش واحد لا بيرسوناج بوبليك غادي تزيد الضغوطات اكثر على الناس اللي ديجا مضغوطه ماديا ومعنويا، الناس ما غاديش يخرجوا يديروا فضائح في الزنقه. وفاش من بعد فاش غادي ما غاديش يكونوا اضرار، ماشي حنا في واحد البلاد اللي الناس كتهز الحجر وكتبدا تزف على لي بوتيك، اللي كتبقى تضرب طوموبيلات وكتهرسهم، الفوضات اللي كيوقعوا في 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 المغرب فاش كيكون ان ماتش في المغرب ولا خارج المغرب. واش فهمت؟ فسي لا ميم شوز، يعني الا كانت شي حاجه شي هاشتاغ قانوني غادي يدوز في التلفزيون، تخربق داكشي ما عندي ما ندير به، خليته كل واحد احترم الراي. بس صباحكم مبروك، ورجلي كيتفرج فيك سكينة. سلمي عليه توفيق، كي داير اخويا لاباس؟ الاحتجاج حق، الاحتجاج حق، انا جافوز جامي دي انه الاحتجاج ماشي حق، ولكن كاينين الشروط ديالو حبيبات ديالي، هادوك الناس اللي كيخرجوا كيحتاجوا راه كيعرفوا شنو كيديروا.
المخزن راه كيجي ماشي كيضربهم، كيوقف كيخليهم حتى يجي. المهم شوفوا، رأيي يحترم والرأي ديالكم يحترم. يمكن اكثر من هذا الفضل اللي عنده في الاسعار مش المؤثرين. دابا ما عرفتيش. شوفوا دابا البروبليم اننا حنا ما كنقدروش نفهموا لا بيرسون اون فاس. بمجرد ما كتكون عندنا فكره ولا موضوع ولا هدف ولا معلومه ولا ما كنخليوش الانسان واحد الفرصه انه يشرح لنا. وفاش كنعطيوه ديك الفرصه حنا كنتسناو امتى يكمل الهضره ديالو، ماشي كنحاولوا نفهموا كان السونس هو غادي بالهضره ديالو. ما كيحس بالمسكين غير مسكين. انا قهقر منكم علاش كتهضري؟ راه كاع مضرورين، ايش كتهضري؟ بغف نهاركم مبروك وصباحكم زين وبيزوات.